جريمة قتل سمر هزت المجتمع العربي، وحول هذا الموضوع نستضيف اليوم نائلة عواد وهي مديرة جمعية نساء ضد العنف. مرحبا بك. مساء الخير رماح، مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات. أولا أريد أن أسمع رأيك بمقتل سمر، هناك أصابع اتهام توجه لنا كمجتمع يخاف الفضيحة فينتج عنه مقتل امرأة في بيتها أمام أبنائها، وهناك أصابع اتهام توجه للشرطة التي لا يبعد مركزها كثيرا عن بيت سمر، وهناك من قال بأن هناك أقرباء عرفوا بهذه القضايا أو هذه المعاناة التي تعيشها سمر. كيف برأيك أو كيف تعقبين على كل هذا الحدث؟ للأسف يعني بكل حزن وكل غضب كمان جريمة القتل تعرضت لها سمر، وقبلها بكم من يوم جوهرة، وكمان الكشف عن أنه لاقوا جثة صغير. فهاي جرائم عنف ممارس اتجاه النساء، مجتمع ذكوري، مجتمع اللي بغطي وبساير المجرمين وبتعامل وكأنه هذا مش رح يصير وهاي جرائم مش رح تصير للأسف، والعناوين بتكون على الجدران. ومرة طلعنا حملة في نساء ضد العنف قلنا عليها من الأول تسكتوش، لو إنه مجتمعنا ساهم في إنه من الأول ما سكتوش على جريمة عنف تمارس داخل بيوتنا داخل العائلات اتجاه طفلتهن اتجاه بنتهن اتجاه المرأة اتجاه أختهن، كان ممكن نمنع الجريمة، كان ممكن تمنع الجريمة اتجاه سمر. يعني لما الجيران بيحكوا إنه مش أول مرة بيسمعوا صراخ، لما كل الوقت الادعاءات بيقولوا انه هو انسان كتير طيب وكتير منيح بس كان في مشاكل مادية وكان بده ياخد معاشها، شو هذا اسمه؟ ما هذا اسمه عنف اقتصادي، هذا اسمه عنف اقتصادي. لما شخص بده يسيطر على معاش زوجته وبده ياخده لأي تصرف لإله وبده يهدد، فإيش هذا اسمه غير انه هذا عنف؟ فيجب علينا التعامل أيضا مع كل أشكال العنف الممارسة في مجتمعنا، وهي مسؤوليتنا كمجتمع من الأول ما نسكتش. لما منشوف إشارات حمراء بعلاقة بين اثنين ما نقول إنه ما خصنيش، ما نقول إنه هاي شؤون عائلية، لا، فش بالعنف شؤون عائلية، متأسفة. يعني كان هناك الجيران، عفوا اريد ان اقاطعك بشيء مهم، كان هناك من قبل الجيران ملاحظه بانهم كانوا يستمعون لصراخها عندما كانت تبكي من الضرب، وبانه وضع فاصل ما بين بيته وبيتهم وانهم كانوا لا يتدخلون، راوا بان هذا هو الموقف الصحيح ان لا يتدخلوا، ماذا تقولين في ذلك؟ انا بقول علينا مسؤوليه، علينا مسؤوليه كمجتمع، لا، في اللحظه اللي احنا بنسمع صراخ، في اللحظه اللي احنا بنسمع بكى، إنه نتدخل. يعني في ديمونا لما الجارة هي اللي نجتها للمرأة اللي كمان نعم. جوزها حاول يقتلها لأنه قالت إنه أنا بدي أتدخل، أنا ما بنفعش أكون ساكتة، فهذا جزء من مسؤوليتنا. طبعا الشرطة وعدم وصولها على الوقت بدل إنه طلبوها، يعني هذا اللي نشر على الأقل في الصحافة، ما في عندي كتير تفاصيل نعم. الأمبولانس والإسعاف وكيف وصل ولوين توصل، وصلوا بعد هاي ساعة مساهمات. وهذا إضافة لسياسات عنصرية كل الوقت ممارسة اتجاه النساء والتعامل مع دم النساء وحياة النساء إنها هي مشاع، والدولة مسؤولة من خلال إنه لا يوجد رصد ميزانيات. يعني حتى في البحث اللي حكينا عنه أيضا في مساواة حول المقارنة ما بين النساء العربيات والنساء اليهوديات لما يقتلوا، وشاهدنا هذا الشيء في اللحظة، للأسف سفير كمان مش موجودة، بس مباشرة خلال 10 أيام طلعت كل أجهزة الشرطة تفحص وتدور على سفير وين هي سفير، بينما في صبية من دار الرفايعة من النقب لحد اليوم صار لها 10 أيام أكثر من أسبوعين مفقودة، ما طلعت هذه القوات الهائلة لتدور عليها، وكثير صبايا ونساء مفقودات في مجتمعنا اللي ما حدا سامع عنهم شيء، ما بنعرف عنهم شيء. نعم، خصوصا بالبحث اللي نعم أريد أن أضيف حول أيضا الشرطة نعم. تفضلي بالبحث حول الشرطة أيضا وممارسة الشرطة في الكشف عن المجرمين. يعني لا يعقل أن نقبل بأنه فقط 36% من جرائم قتل النساء من 2008 ل 2018 كم الكشف عن هوية المجرمين، وفي إصدار أحكام، والأحكام هي المينيموم تاعها 5.5 سنين، بينما عند النساء اليهوديات بين 14 ل 18 سنة، و 75% من جرائم قتل النساء اليهوديات تم إدانة للمجرمين، الباقي لم يدانوا لأنه انتحروا.
فبالتالي هنالك تقصير، هنالك تقاعس من أجهزة الشرطة، من جهاز التربية والتعليم، بأنه لا يوجد ضمن المنهاج التعليمي أيضا برامج لمنع العنف ضد النساء والمساواة وتكافؤ الفرص. لا يوجد برنامج يعني تعليمي واضح في داخل مدارسنا وفي داخل المدارس بشكل عام. أيضا مسؤولية القضاء، أيضا هنالك مسؤولية علينا كمجتمع، على قياداتنا، على مجتمعنا. وتحدثنا عن السكوت، السكوت اللي بيقتل، اللي بيمنعش الجريمة القادمة، واللي بيمهد للجريمة القادمة. وعلينا كمجتمع إننا ننهض، نفكر إنه فيش حدا فينا محمي، وممكن نكون أنا، أنت، أي واحدة فينا، بنتنا، أختنا، قريبتنا، جارتنا. فعلينا نأخذ مسؤولية بإنه نمنع الجريمة القادمة. طب كان قبل شهرين من الآن طرح في الكنيسة التصويت على ضم إسرائيل لاتفاقية إسطنبول، وهي الاتفاقية الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم سحب هذا أو تأجيل التصويت على هذا القانون بسبب يعني امرأة، أيالت شاكيد، التي منعت التصويت أو أجلته. كيف تعلقين على ذلك؟ يعني ليست كل امرأة هي امرأة نسوية وتحمل فكر نسوي. يعني عندما نتحدث عن امرأة زي أيالت شاكيد العنصرية الفاشية التي تساهم في تهميش شعبنا الفلسطيني، فأنا لا أظن أنها امرأة نسوية، فبالتالي لا يهمها قضايا النساء ولا يهمها قضايا الإنسان من أصله، فبالتالي لا أعول على أيالت شاكيد. ولكن لها تأثير للأسف في حكومة يمينية أيضا موجودة فيها، اللي قاعدة تسيطر، واللي هي كمان قاعدة تساهم في تقليص مساحة الحرية، في سن قوانين عنصرية اللي بتعاني منها النساء الفلسطينيات، في سن قوانين اللي للأسف تساهم في تهجيرنا من قرانا ومن بلداتنا، في سن قوانين اللي تساهم في إنه الشباب يلاحقنا في كل مكان وزمان، وهذا طبعا بيأثر علينا كنساء، وفي زيادة العنصرية في الوسط. فبالتالي والادعاء كان انه هن بدهن شيء يساهموا في انه يكون في محل للجوء لاسرائيل، واضح هذا منين نابع، واضح نابع انه من كل قضيه حق العوده، ويمنع الفلسطينيه بحق العوده، لانه هي واحد من الشغلات. فخوفهم انه كيف يتعاملوا مع العاملات اللي كانه غير معترف فيهن، او الاجنبيات، وكل قضيه اللجوء والمطالبه باللجوء لدولة إسرائيل. فهذا المنطلقات تاعتهم بالآخر هي منطلقات عنصرية في الرفض. اختفاء سبير نحوم والتعرف على جثتها، جثة التي وجدت قبل أو وجدت بالأمس، كانت هناك تدخل من قبل عضو الكنيسة إيتمار بن غفير، وحاول أن يحول هذه القضية لقضية وكأنها خلفية ليست جنائية، إنما قتل زوج لزوجته، أو على الأقل هذا الاعتقاد السائد أو التهمة، ولكن إنما على خلفية أمنية. كيف تعقبين يعني أيضاً على للأسف للأسف هاي الأصوات العنصرية اللي دائما بتحاول ترقص على الدماء من بن غفير ومن زمرته، يعني اللي متعودين للأسف إنه إحنا بنحكي العنف ضد النساء هو عنف ضد النساء، النساء تقتل لكون النساء، إن كانت يهودية وإن كانت عربية وإن كانت من أي دولة أخرى تحمل أي جنسية، لكوننا نساء كأنه نساء مشروع قتل في ظل المجتمعات الكورية. وبالتالي يعني لا أظن أنه يجب أن يتم تعبيره لبن غفير العنصري في توجهاته العنصرية، لأنه هو بيرقص على الدماء، وما بهمه لا حياة سبير ولا بهمه حياة أي إنسان وإنسان، إنما هو دائما بده يحرد. بالضبط أستاذتي، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك.